يا خلف لا يا خلف، وين حماية السلف؟ ريد بنت الحميدي وقلب ولدي منها تلف. ويش سالفة ولدك يا الأخو؟ اسمع منه، أنا فلاح هويت بنت مزيونة وهي هوتني، ومشيت مع وايد الناس وكديت جاهة على أبوها ما أنطاني لأني فلاح، فرسلت له وجوه الناس وشيوخ عشيرة ما أنطاهم. مترجى الله وانت تكون البنت من نصيبي على يده. من اللي دلكم علي؟ سيدك فايع بين العربان. وش اسمك؟ حسن. وين نازل؟ نازل بالكرك. جايني من الكرك السورية؟ واجيك لو كنت بالعراق. يا حسن يا حسن، يا فرس بالأرسن، لين انطوني الحميدي ابشر بحمر الوجه. الله يوفقه، والله جينا من الكرك ناصينا الله ثم ناصينا. عين خير يا ابو حسن، عين خير ان شاء الله، ما يجيكم الا الخير. اقول يا شيخ انا جايك من معه. حياك الله. اقول يا شيخ جيتك بروحي، وما قصد المهانه، معاذ الله، انت تستاهل يكونوا معي، وجيهتي وربعي. الله محييكم جميعا، الكرك كبيرة وبيوتنا تسع، الكبير قبل الصغير. يا شيخ جيتك بروحي وما جبت وجيه وربعي معاي، قلت خاف أني أفشل بمسعاي، وإن شاء الله أنت ما تنجيب لك وجيه ونجيب لك العشيرة ونجيكم مرة ثانية إن شاء الله. عسى مسعاكم مسعى خير ونقدر عليه. أنا الشيخ رضوان. يا هلا يا هلا بالشيخ، يا هلا براعي الصيد. أنت ما جيتني براسك، إن جيتني ومعك نخوتك وكرمك وشهامتك، علومك كلها عندنا، وجيتك لبيتي موجبة. أبشر باللي جيت بيه، مالي وحلالي بين يديك، خذوا عن طيب خاطر. يا شيخ أنا مالي جايك طلاب مال وحلال، أنا جاي طلاب عروس. الما العروس؟ الولد اسمه حسن. الفلاح؟ هو راح لبيتك بمعان؟ يبله جاني لبيتي بمعان. يا شيخ الولد شاريكم، وأنا جاي أطلب بنتك على سنة الله ورسوله. يا شيخ بالله ما أنت وجه فشل، لكن هذا الولد أرسل لي جهات كثيرة قبلك، وأنا نطيتك وكاد يزعلون. يا شيخ إن كان عشيوخ فشيوخ عندي 10 من الفطر وانا ارضيهم.